مرحبا، جولة رابع أيام الأسبوع من لوج إن بلشت لنحكي سوا آخر الأخبار اللي تصدرت الترند بالساعات القليلة الماضية. وبداية حلقتنا لليوم مع العناوين: أول أخباري عن اعتزال أسطورة المصارعة الأمريكية جون سينا، وتاني أخباري عن وفاة لاعب مصري بعد إصابته بأربع أشهر، وآخر الأخبار عن إعصار مدمر ضرب ولاية تكساس. أول لوج إن على إكس. الأسطورة الأمريكية بالمصارعة وبطل العالم 16 مرة جون سينا فجأة قرر الاعتزال. ضمن مشاركته الأخيرة في حلبة المصارعة قال إنه هي حتكون آخر مبارياته بسنة 2025، وإنه بعد مسيرته الطويلة اللي امتدت ل 24 سنة بس للأسف صحته وجسمه ما عاد ساعدوه للاستمرار أكثر ضمن المجال. هذا الشيء اللي خلى معجبينه ومحبيه يزعلوا لخسارة لاعبهم المفضل، خاصة إنه محبوب من الأطفال وفئة الشباب بكثرة. طبعا الجمهور احترموا رأيه وطلبوا منه رقصة أخيرة مع اللاعب راندي أورتن لحتى يودعهم وتبقى ذكرى للمحبين. وتاني أخباري على فيسبوك. نادي مودرن فيوتشر أعلن وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت عن عمر يناهز 30 عاماً يوم السبت بعد إصابته بأربع أشهر. يلي صار إنه أحمد رفعت سقط خلال إحدى المباريات في مارس الماضي بعد توقف قلبه وخضع للعلاج من قبل الفريق الطبي، ولكن بعد معاناة مع المرض تدهورت حالته الصحية أكثر وأكثر، وهذا الشيء اللي أثار موجة حزن كبيرة ضمن الوسط الرياضي العربي والمصري. تفاعلت الناس بشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض افترض تكهنات وتساؤلات كثيرة لسبب حدوث هذا المرض للاعب أحمد رفعت. وآخر لوج إن على إنستغرام. الإعصار بيرلي اللي ضرب ولاية تكساس الأمريكية، أدى هذا الإعصار لدمار شامل وأودى بحياة شخصين على الأقل، وانقطعت الكهرباء على نحو مليون منزل وشركة، حتى أن مواقع إنتاج النفط تم إخلاءها بشكل نهائي ضمن الولاية، وتم إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية في مطاري هيوستن. هذا الشيء اللي نشر الخوف والقلق والتوتر بين كل الأشخاص ضمن الولاية. وهيك بكون خلصت أخباري معكم لليوم، موعدنا بيتجدد سوا بكرة لحتى تعرفوا آخر الأخبار والترندات يلي عم تشغل العالم العربي بالساعات القليلة الماضية. وأنتوا كمان بتقدروا تشاركونا آرائكم والفيديوهات يلي بتعجبكم وبتلفت نظركم على صفحة قناة سما. ومن اليوم لبكرة تبقوا ألف خير يا رب.